في نقطتين عايز اتكلم فيهم في الزمالك بالنسبه للاعضاء اللي انا اتكلمت عنهم والموظفين امبارح، ما بين الموظفين اللي تم فصلهم والاعضاء الموقوفين. في بعض الناس فهمتني غلط. بصوا يا جماعه، الاعضاء الموقوفين انا كنت اظن ان في ناس كتيره موقوفه من الاعضاء، فاتكلمت بالتحديد عن شخصين، قلت عملوا واحد واثنين وثلاثه اللي هو في الاعضاء اللي تم ايقافهم بقرار شفهي قيل انه من مرتضى منصور وتعليمات صدرت لشريف حسين واوقف. هتكلم بقى بالاسامي النهارده، الاستاذ ابراهيم سعيد، وابراهيم سعيد على فكره راجل يعني كان صديقي، واوقفه الكابتن مجدي ايدر وعلاقتي بيه قويه جدا وكان صديقي، والاخ المحترم مجدي السويفي، وده راجل حبيبي وصديقي حتى الان. انا قلت انا ماليش دعوه، يوقف اللي يوقفه. في بعض الناس من الثلاثه فهم اني ربما اكون بتكلم كلام يمين او شمال زعلوا. انا كنت اقصد في كلامي بدون اسماء ابراهيم سعيد ومجدي ايدر بالتحديد. الراجل مجدي السويفي راجل صديق وحبيب، وبيني ما بينه عيش وملح، ولو حتى في حاجة بيني وبينه عتاب يبقى ما بين الأحباب، ما يبقاش في هوى ولا في قناة. فإذا مجد السويفي بره الموضوع، له كل الاحترام والتقدير، وما لم أكن أقصده بالمرة. وأنا ضد مفهوم إيقاف أي عضو. يعني بص، مجد السويفي فوق دماغي، وركن موضوع الحاج مجد السويفي كده على جنب، يعني راجل مش طرف في اي كلام قلته امبارح ولا كلام هقوله النهارده. كده تمام، كده تمام. ولو بين ما بين مجد السويفي عتاب يبقى لا اما في تليفون لا في قعده احباب، ما تكونش لا على الهوا ولا في القنوات ولا في اليوتيوب ولا الحلقات. انا قلت في واحد، لان انا كنت افكر العدد اكبر من ثلاثه، فطلع ثلاثه، فالناس عارفه مين الثلاثه، فتفهم الكلام ان انا كنت اقصد مجد السويفي. مجد السويفي حبيبي واخويا ولم اقصده بالمره، رغم اني ما قلتش اسماء امبارح، هدي بقول اهو، لم اكن اقصد مجد السويفي بالمره في كلام امبارح. كنت اقصد ابراهيم سعيد مع حفظ الالقاب، رغم ان انا حضرت فرح بنته. الاستاذ ابراهيم سعيد عامل صفحه اسمها الزملكاويه الاحرار، الصفحه دي مسكتني شتمتني باقذر الالفاظ، لم يراعوا ان انا لفيت اقسام مصر كلها عشان قضيه نادي الزمالك، لم يراعوا البهدله اللي اتبهدلتها من اجل قضيه نادي الزمالك، لم يراعوا اني انا كنت كفني على ايدي من اجل نادي الزمالك. لما مشى مرتضى منصور، لما مشى مرتضى منصور فيهم من تطاول عليا بشكل غير محترم، لم يكلف خاطر الاستاذ ابراهيم سعيد ان يقول عيب. عشان كده انا بعاتبه وبقول له انا ضد ايقافك ولكن لا يعنيني، ولن ادافع عنك لانك انت ما دافعتش عني وقت ما الناس شتمتني، وده عيب انه يحصل على صفحه انت مؤسسها، وانا بعاتبك عتاب مش راضي منه حاجه، بس انا بقول ليه الكلام اللي انا قلته امبارح. ومع ذلك انا ضد ايقافك، لان دي قضيه ودي قضيه، ولكن مش هكون معاك زي الاول. الاخ المحترم مجدي ايدر، انا طول حياتي بقول له عم مجدي، ابو يوسف يا عم مجدي، لم اتجاوز ابدا في حقه، في صديق مشترك بيننا. هو مجدي ايدر ظانن ان الراجل بعد عنه بسببي، فانا زعلان منه، فعشان كده قلته. والتاني، وانا اقصد هنا مجدي ايدر، بيتكلم ان هو اللي عرفني بالراجل ده، ولولا هو انا ما كنتش عرفته، ولما عرفني بيه انا سعيت ان انا ابعده عن مجدي ايدر، وده كلام عيب انه يقوله. النهارده اتصل بيا الحاج هشام الحمادي صديقي العزيز رجل الاعمال المحترم، ووصلني بمجدي ايدر، وقال لي معلش يا عبد الناصر، الحاج مجدي السويفي، الحاج مجدي ايدر معايا وهنبدأ صفحة جديدة مع بعض. قلت له خلاص وعفى الله عما سلف والتمام. فهنا بوضح حاجة، لا أنا ضد الحاج مجدي السويفي أبو مازن، أنا راجل عامل عمرة معاه، وراجل كلت معاه عيش وملح، وكلت من إيده عيش وملح،
ولكن يمكن انا عشان ما قلتلك اسماء امبارح البعض فهم ان الكلام على مجدي السويفي. مجدي السويفي بره الموضوع تماما، مجدي السويفي ملوش علاقه بالموضوع تماما. انا كنت اقصد ابراهيم سعيد، راجل المحترم مع كامل الاحترام والتقدير لي، ومجدي ايدر مع كامل الاحترام والتقدير لي. لكن انا كعبد الناصر ضد فصل اي عضو او تجميد عضويه اي عضو او منع اي عضو من الدخول. لكن انا لما لا ادافع عن ابراهيم سعيد ولا ليه دعوه بيه، لانه سمح ان انا اتشتم وده عيب، ولا ليه دعوه يتكلم هو عن نفسه على الرغم انه كتب بوست امبارح، برضه مش هقول ولا ليه دعوه. ايوه زعلان منه جدا كمان، لان احنا كنا اصحاب وحبايب وبيننا من بعض كل خير. تخلي الناس تشتمني ليه؟ عملت لك ايه؟ مفيش حد فيكم عمل ربع اللي انا عملته، مفيش حد فيكم قدر ولا جرو انه يعمل 1% من اللي انا عملته. وانت يا مجدي يا ايدر مع حفظ الالقاب والاحترام الكامل ليك، انا ما بفرقش بين حد، والحوار ده لو سمعته تاني هنخسر بعض بجد. صاحب اللي انت عايزه واعرف اللي انت عايزه، تحط ليك في جمله مفيده، وانا كلمتك اهو بالاسم، والنهارده قلنا نبدا صفحه جديده مع بعض. هتقول لي تاني، حد يجي يقول لي تاني قال عاد، هيبقى الكلام ما منهوش فايده ولا هيبقى في عتاب. وكامل الاحترام لوجد السويفي والتقدير لمجد السويفي وهو بره الحدود.